مدى الشمالي ودى حقيقة انفصال بيسن اسماعيل وأنس الشايب شاهدوا المزيد من التفاصيل. نشر اليوتيوبر أحمد شمان مجموعة من الستوريات على صفحته بالإنستغرام، تحدث من خلال هذه الستوريات عن انفصال بيسان وأنس، وطلب شمان من والدة بيسان وأخ أنس الشايب سامي بالتدخل لإصلاح العلاقة بينهما. وأيضا أضاف أحمد شمان أن سبب انفصال بيسان وأنس هو أن هناك أشخاص فتنوا بينهم وهم سبب انفصالهم، فمن تتوقعون أن يكون المقصود من كلام أحمد شمان؟ وأيضا أحمد شمان سخر من مشكلة قمر الطائي مع منتصر، وعلق شمان على الستوري بي كانت مولعة وأنا غايب، رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ أفضل الموضوع كثير بداية، يعني قصة حب زي تنتهي بالطريقة هذه، يعني عصفورين إيش كثير بداية والله. فبتمنى والله من إم بيسان يعني تراجع حالها وتشوف الموضوع كيف من وجهة نظرها، وأخو أنس الشايب برضو يراجع حاله وشوفوا يقعدوا مع بعض. يعني أنا متأكد أكيد في ناس كانت يعني تعمل فتنة بينهم، يعني أنا بقولكم تسموش من ولا حدا، يعني تسموش من ولا، أنتوا بتحبوا بعض تسموش من ولا حدا، يعني حتى أنا الستوري هاي متسموش مني. حكم نلعب الاحكام، ناس تعبوا رجع فلوسهم. منتصر بحكم عليك، نزل لي اسد بشار. اسمع انت فزت عليك من دولتين. اسمع مصعط، اطفال لا يمزحوا ولا شيء. ليش ما حكمتي عليهم؟ خلي يولون. منتصر هذا وبشار اطفال. طبعا ما دحكي عن احمد ما دخله، ما حكيت على احمد صديقي، ما عندي مشكله وياه، بس ما احب هذا لعب الجهال، وخلي يولون. وسوري بحر، يعني انت دعمت، سوري كفو انك دعمت، شكرا، بس جهال ما عندهم اخلاق ولا عندهم احترام.